أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصوفية أخذوا عقيدتهم من الجهمية؟ لا، الصوفية أخذوا عقيدتهم عن الأصل، أن التصوف معناه الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة والتشدد في العبادة، هذا مبداها. ثم تطورت ودخل فيها ملاحدة حتى آلت إلى وحدة الوجود. والسبب في هذا الجهل، أنهم جهال، لأن الصوفية كما تعلمون ما يرون طلب العلم، يقولون لا تعلموا، لأن العلم يشغلكم عن طلب العلم يشغلكم عن العبادة وعن ذكر الله، تفرغوا للعبادة والذكر، ويبيجيكم العلم من الله جل وعلا، إلهام من الله، يقول لهم الشيطان كذا، يزهدون بطلب العلم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.